أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا ضمن سلسلة جديدة في موضوع مهارات التواصل المبدع. حلقتنا الأولى سنخصصها لأهمية التواصل الفعال. هل تعلم أن التواصل الفعال هو المفتاح لبناء علاقات قوية وتحقيق النجاح في حياتنا اليومية؟ دعونا نستكشف معا أهمية التواصل الفعال. التواصل الفعال هو عملية تبادل للمعلومات بطريقة يفهمها جميع الأطراف. إنه لا يتوقف عند الكلمة فحسب، بل يشمل أيضا نبرة الصوت، لغة الجسد، والسياق العام لموقف التواصل. فوائد التواصل: التواصل الفعال له 4 فوائد أساسية. أولا، يعزز العلاقات، فالتواصل الجيد يساعد في بناء الثقة والفهم بين الأشخاص. ثانيا، يحسن الأداء في بيئة العمل، حيث يعزز التواصل الفعال من إنتاجية الفريق. ثالثا، يخفف الصراعات، التواصل الفعال يساعد على تجنب الخلاف، وبالتالي فإنه يقلل من النزاعات. رابعا، يحفز الإبداع، التواصل الفعال يفتح أبواب الأفكار الجديدة ويشجع على التعاون والإبداع. أعزائي المشاهدين، لنتذكر أن التواصل الفعال ليس مجرد كلمات، بل هو فن. فلنبدأ اليوم بتطبيق هذه المهارات وسنرى كيف تؤثر على حياتنا بشكل أفضل. إلى أن نلتقي في مهارة تواصلية جديدة، دمتم في تواصل مبدع وفعال.